اليوم 27 من رمضان، احنا كنتواجدوا امام المقبره الاسلاميه الشماليه بالبيضاء. فمئات ديال العائلات جاو يزوروا موتاهم من اجل الترحم عليهم كما كتشاهدوا على المباشر. كما ذكرت لكم مشاهدينا الكرام، حنا في اليوم 27 من رمضان، المئات ديال العائلات جاو زوروا موتاهم في يوم 27 من رمضان ترحم عليهم بالمقبره الاسلاميه الشماليه في كازا. فالله يرحم جميع موتى المسلمين، الله يرحم عليهم، الله يرحمهم، الله يغفر لهم، اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه باذن الله تعالى. فنترحم عليهم والله يرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. مشهد بكل صراحة رهيب، مشهد يخلينا أننا نشعر بأن بكل صراحة في هذه الدنيا ثانية، نديروا الخير، راعوا بعضياتنا، نكونوا خوش، راه هادشي كيحسن الإسلام، الله ييسر الجميع والله يسهل على الجميع. مشاهدي قناة شيف تيفي، الله يرحم جميع الموتى المسلمين. هذه هي الأجواء في يوم 27 من رمضان من أمام المقبرة الإسلامية الشمالية. مئات من العائلات جاو زاروا موتاهم، الحمد لله العائلات مكينساوش الموتى ديالهم. فحنا هادشي اللي بغينا، يبقاو ديما يزوروهم بحال هاد المناسبات، ويجيو يزوروهم على طول العام، منتسناوش زعما مناسبة باش يزوروهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم جميع موتى المسلمين مشاهدينا الكرام. حاليا الناس كيف ما كتشوفوا داخلين المقبرة، مئات 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 جايين، مئات. المئات، خاصة هذه المقبرة اللي قديمة، هذه المقبرة لكم مشاهدينا الكرام، فهاد المقبرة هذه فراه تحبس فيها التدفين، يعني هاد المقبرة قديمة قديمة بزاف، الناس الحمد لله جاو يزوروا الموتى ديالهم، فالله يرحمهم، والله يرحم جميع الموتى المسلمين يا رب.